السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مع فريق وحدة الدمج التكنولوجي مركز التطوير التكنولوجي محافظة دمياط، ومحاضرة من محاضراتنا اللي دايما بنبقى سعداء بحضراتكم فيها معانا. النهاردة اللقاء 78، وهيكون إن شاء الله من خلاله هنشرح أداة جديدة تفاعلية هنستخدمها أثناء تحضير لدروسنا التفاعلية اللي بنستخدمها مع الطلاب أونلاين. حابة ان انا النهاردة قبل ما اقدم مسنوها ماضي المدربة الرائعة اقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين بسبب حلول شهر رمضان المعظم يوم الثلاث ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونتمنى يكون شهر دايما زي ما احنا متعودين، شهر جميل وشهر عبادة وتفرغ للعبادة. فاحنا بنستأذنكم بس ان احنا هناخد اجازة الشهر ده، يعني بنحاول هنسترجع نفسنا كده شوية ونغذي نفسنا روحيا، وبعدين نرجع لحضراتكم بإذن الله بعد العيد، وكلنا شوق للشغل معاكم. بس المطلوب إن حضرتك تكتب لنا في الفورم النهاردة إيه الموضوع اللي تحب إن احنا نبدأ بيه أول محاضرة بعد رمضان. هنشتغل حالا مع مس نهى محاضرة من محاضراتها الشيقة، أداة تفاعلية جديدة نستخدمها في تحضير دروسنا الأونلاين. اتفضلي يا مس نهى. شكرا يا مس ميرفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشتغل أداة جميلة جدا. هشتغل موقع أو موقع من خلاله هقدر أعمل درس تفاعلي، أقدر أضيف فيه باوربوينت، أقدر أضيف فيه فورم، أقدر أضيف فيه صورة، أقدر أضيف فيه فيديو، أقدر أضيف فيه كل اللي أنا عايزه بصورة واحدة بس من عندي أرفعها. الموقع ده موقع جميل جدا ومفيد جدا وينفع مع كل التخصصات. هينفعني في خلال مرحلة الشغل الأونلاين أو التعليم عن بعد، لأنه بكل بساطة هو ده اللي أنا محتاجاه. هعمل منتج تعليمي أقدر أشيره مع طلابي وأقدر أتفاعل معاهم ويتفاعلوا معايا بطريقة سهلة وطريقة بسيطة، وهنشوف كده إن شاء الله بإذن الله مع بعض هنمشي خطوة خطوة لحد ما نتقنه تماما إن شاء الله بإذن الله بنهاية المحاضرة. هنبتدي نكتب اسم الموقع في جوجل عشان نسجل فيه، هو موقع أونلاين، فهكتب كده thing خلاص كده لينك. أول ما هضغط عليه هيفتح لي الاقتراحات بتاعت جوجل، اختار ثينج لينك. ثينج لينك موقع جميل جدا جدا، وبيتيح لي ان انا اعمل محتوى تعليمي بطريقة سهلة جميلة. انا هختار ده اللي هو باللون الموف وهضغط عليه. ثينج لينك انا هسجل دخول معاكم من الاول تماما، كأني أول مرة. هنا لو جينا نبص كده هو بيقول لي قم بإنشاء تجارب مميزة مع الصور والفيديوهات والوثائق، وأنا هبتدي أشوف. هاجي هنا من تسجيل الدخول، أنا طبعا أنا هدخل، أنا ليه حساب بس أنا هدخل معاكم كأني أدخل أول مرة بحساب جديد، فهقول له sign up for free اللي هي اللي تحت دي. لما بضغط عليها بيجيب لي بيقول لي دخل الإيميل ودخل كلمة سر، وبعد كده هاف انفايت كود، لو انت معاك كود حد عامل لك كود تدخل الثينج لينك، وهنعرف الوقت ليه. وبعدين كرييت اكونت، انا هكتب الايميل بتاعي. وهكتب كلمة السر. وهقول له create account، فبيقول لي هنا اختار من هنا الكروس ووكس. هاخد دي مثلا، انا شايفه والله، هاخد دي مثلا ودي، وهقول له verify. طيب بدأ يشتغل. معلش بقى النت بطيء شوية.
نتكلم عن الموقع على ما النت يحمل. ثينجلينك موقع جميل، زي ما قلت بعمل صورة، وصورة واحدة بس هستخدمها في الأول، ممكن بقى أحمل عليها صور تانية، أحمل عليها فيديوهات، أحمل عليها اللي أنا عايزه. كمان هو في جزء مدفوع وجزء فري، احنا هنشتغل على جزء الفري أو الجزء المجاني، لأن مش كل حاجة في الجزء التاني احنا نقدر نستخدمها أو عايزينها يعني. أول هو بدأ هو يسجل، فبيقول لي الأول أنت محتاج الموقع ليه؟ أنت education school يعني، ولا طالب، ولا محتاجه عشان business، ولا محتاجه عشان personal ليك كشخص؟ طبعا أنا هختار هنا إن أنا عايزاه للمدرسة education school، إحنا مدرسين فهنختار education school. هقول له continue. بعد كده بيقول لي إيه دورك في المدرسة؟ هو هنا جايب لي ادوار، فمثلا انا ممكن اخد سكندري سكول، اخد برايمري تيتشر، فانا هاخد برايمري تيتشر لان هو هنا لحد نهايه المرحله الاعداديه، وهقول له كونتينيو. بعد كده بيقول لي انت ليه عايز تستخدم يعني تعمل فصول، بس ده طبعا مع الجزء اللي هو بالمدفوع، او ان انت تعمل كورسات لناس، تصمم كورسات او تعمل حاجات تانية ما تخصناش، انا عايزة ان انا teaching in classroom. وهقول له continue. بدأ يقول لي هنا اكتب اسمك واسم مدرستك، فانا مثلا هقول هنا نهى ماضي، وهقول هنا سكول مثلا نيم فرسكور مثلا. السبجكت بتاعي بيفتح كده، لو تنزلوا عندك ماس، عندك ساينس، عندك فورين لانجويج. هو ما اختارليش سبجكت، وهي مش ارفعها لفوق شوية مش بترفع، هو مختار لي السبجكت، بس انا لو عملت كونتينيو هيستمر. حضرتك اختار السبجكت بتاعك. تمام، هنا فتح لي صفحتي انا بقى. لو حضرتك بصيت هنا هتلاقي ان ام اللي هي نهى ماضي، اول حرفين من اسمي، هيلب سنتر، يوز انفايت كود، ان انا استخدم كود حد عطوه لي. هنا في توتوريالز عشان تعلمني ازاي استخدم الموقع، وافكار لمشاريع. فوق هنا يا جماعة هلاقي كلمة upgrade account، لو ضغطت عليها، طبعا انا مش هعمل upgrade ولا حاجة، بيقول لي هنا ان انا اقدر انشئ وادير واعمل حسابات لطلابي، اقدر يبقى عندي فيديوهات وصور بجودة 360 درجة، اقدر ان انا يبقى عندي ادخل المحتوى او ادخل library. طبعا انا هو عامل لي محتوى بس قليل مش كتير، المكتبه فيها كتير، وممكن ان انا استخدم ميديا عاليه، وممكن ان انا يبقى عندي احصائيات statistics engagement، ممكن يبقى عندي فيورز بقى وكده ويبقى فيها ربح، لكن انا مش عايزه اعمل ابجريد ومش عايزه اشتري. فانا هاجي هنا بكل بساطه اقول له لا انا عايزه اروح ماي كونتنت تاني. لو حضراتكم تلاحظوا احنا بنتحرك من ماي كونتنت دي، تحت هنا في اللايبرري او المكتبه، لما افتحها هتلاقوا صور كتير جدا. هنقفل الرساله الترحيبيه، هلاقي المكتبه فيها صور كتير جدا جدا تقدر حضرتك تستخدمها لو مش عايز ان انت ترفع صوره محدده. تمام، يوزرز دي تبع الحساب المدفوع، ان انا اعمل حسابات للطلاب، والجروبس كمان تبع ان انا اعمل حسابات للطلاب، وانا مش محتاجها خلاص، انا كمعلم مش محتاجها، انا هرجع تاني لماي كونتنت، يا اما من دي يا اما من علامة الكاميرا اللي فوق، يعني لو ضغطت على علامة الكاميرا هتلاقيه برضو فعل لي ايه ماي كونتنت. تمام، نقفل دي كده ونيجي هنا نشوف بقى هنشتغل ازاي. طبعا كلمة كرييت اللي بالازرق دي هي دي اللي هنشتغل منها، جنبها هتلاقي كده كرييت فولدر مش متفعلة لان طبعا مدفوعة، جنبها دي الايقونات اللي قدامي، عايزها هي سمول، عايزها ميديوم، ولا عايزها لارج، هتلاقوه بيكبرها يعني، لكن طبعا احنا عايزينها سمول عشان نعرف نتحكم فيها. هنا الهرم المقلوب دوت لو فتحته حضرتك كده، لو انا ضغطت على كلمة ايمج، لو حضرتكم لاحظتوا هتلاقوا الصور اللي قدامي قلت، شال الايمجز، لو عملتها رجعت، لو عملت كلمة فيديو
هيشيل الفيديوهات ويسيب لي الصور وهكذا، انا هسيبهم طبعا كلهم. تعالتش بقى، هنرجع تاني نبتدي نشتغل بقى في الموقع بتاعنا. قبل ما ادخل نشتغل يا جماعة، احنا المفروض معلمين. قال لي انت عايز ايه؟ هقول له عايزة ايمج، تمام، وهقول له كونتينيو. فانا هنا هنا عاطيني كويك تاب لو حضرتك تحب تشوفها بعد ما تنشئ حسابك، وهقول له كونتينيو، تمام. بيقول لي ابتدي انشئ المحتوى بتاعك، حمل صورة. هقول له من هنا، من ابلود، من هنا كده احمل صورة من عندي من على الجهاز. على ما هو يفتح لي الجهاز بتاعي. انا معلم، فانا هختار موضوع اشتغل عليه. فانا قلت بما ان احنا من يومين او ثلاثة كان عندنا حاجة عظيمة اللي هي العرض، نقل المومياوات للمتحف المصري، فقلت نعمل المشروع بتاعنا او الموضوع بتاعنا او الدرس بتاعنا عن السياحة في مصر، عن الاماكن السياحية المهمة في مصر، ونستغل ان الموضوع الجميل دوت اللي حصل او الحاجة العظيمة اللي حصلت من كام يوم دي عشان نشتغل عليها. فانا مثلا انا محضرة كام صورة، هروح الداونلود وهاجي هنا مثلا اختار الصورة دي او دي او دي. فانا هختار مثلا الصورة دي وهقول له هو هيفتحها، هقول له كونتينيو، تمام. لو لاحظتوا حضراتكم بقت هنا، ظهرت لي هنا، يبقى انا قررت الوقت ان انا هشتغل عن السياحة. موضوعنا المومياوات اللي حصل ينفع مع كل المواد الدراسية، اقدر اتكلم عليه في كل المواد الدراسية، حتى الرياضة يعني ممكن مثلا نتكلم عن ابعاد المتحف الجديد او يعني نقدر نستفيد بيه، وهنشتغل عليه النهاردة ان شاء الله. لما رفعت الصورة هنا، انا هشتغل على الصورة بتاعتي، الدرس بتاعي انا هعمله درس تاريخ او هعمله درس سياحة، عن السياحة في اللغة العربية او اللغة الانجليزية او في اي مادة. انا هاجي هنا هقف، لو حضرتك بصيت هنا في 3 نقط، لو وقفت عليهم هلاقي مشاركة، تحرير، حاجات كتيرة هنا كده، وفي ديليت اخر واحدة. فانا وفي هنا كلون اللي هي استنساخ او كوبي، يعني لو عايز تعمل كوبي كده هقول له كلون، هلاقيه سماها لي هنا كلون اوف اندكس، اهي هي اسمها اندكس، سماها كلون اوف اندكس. عايزه احذفها، هقف وهحذفها خلاص، ايوه ديليت، تمام. ده من بره. انا هفتح الحاجات اللي انا فتحتها دي كده هنلاقيها جوه واحنا بنشتغل، فانا هفتح الصوره ونشتغل من جوه الصوره عشان تبقى الشاشه اوضح شويه. لما فتحناها كده هي دي مثلا الصورة اللي أنا رفعها. هلاقي عندي هنا كلمة شير، دي آخر حاجة هنعملها بعد بقى ما نخلص شغل. عندي هنا الديليت، عندي هنا إن أنا أحملها لجهازي تاني، ودي مش متاحة ليا، يعني لو ضغطت عليها كده هيقول لي لا أبجريد، يعني ادفع فلوس، فهقول له نعم. الريبليس باك جراوند، هغير الصورة، هغير الصورة نفسها، هنا اعمل لها كلون تاني. وهنا ديت الاحصائيات، لو فتحتها هيقول لي كم واحد شافوا الصورة، كم واحد عجبته وهكذا. طبعا انا هرجع هنا لان احنا لسه ما شرناش حاجة اصلا، ما اشتغلناش اساسا. هنا اعيد تسمية الصورة، هنا احولها الفولدر، وده مش متاح ليا برضو. اهم حاجة عندي واللي هعيدها تاني بعد ما هقولها دلوقتي، رمز العين اللي عندي ده اللي هو البرايفسي سيتنجز، اللي هي السيتنجز بتاعت الخصوصية. لما اضغط عليها دي اول حاجة لازم حضرتك تعملها اول ما تفتح، يعني قبل ما تشتغل في صورتك اعمل الخطوة دي. بيقول لك هنا انت عايز لما تيجي تشير الصورة دي هتشيرها، او مين اللي يقدر يشوفها، مين اللي يقدر يتعامل معاها. اي حد، any member of your organization can access, sign in required، يعني اي حد له حساب على الثينج لينك يقدر يدخل يشارك عليها ويكون له حساب. طب ما انا الولاد بتوعي مش هيكون ليهم حساب، تمام، مش كلهم هيبقى لهم حساب. انا عايز اعمل اشير بطريقه ان الولاد حتى لو ما لهمش حساب على الموقع يقدروا يشتغلوا. طيب هيجي هنا يقول لي عايزها بابليك، اي حد يقدر يلاقيها ومش محتاج ان يبقى فيه ساين ان.
ولا عايز تعملها اي حد بقى معاه لينك الصورة يقدر يدخل عليها ويشتغل عليها ويكون فيه متاحة ليه، ولا عايزها برايفت ليك انت بس خلاص كده، او الناس اللي انت هتضيفهم في الجروب بتاعك اللي انت هتنشئه بعد كده لما تشتري حساب. طبعا افضل حاجة هنا ان انا اختار unlisted. فunlisted يا جماعة هنا الطالب هبعت له لينك هيدخل يشوف كل اللي انا عاملاه في الصورة، فدي افضل حاجة. انا هعيدها تاني، انا هاجي هنا كنسل اهو، هعيدها تاني. انا الرمز العين ده هفتح عليه، هاجي هنا اختار ايه، اختار unlisted. ليه اخترت unlisted؟ ان اي حد معاه لينك للصورة يقدر ان يشوفها، يقدر ان يشتغل عليها، يقدر ان يتعامل معاها. تمام، انا هخلص عملت كده هقول له سيف، يبقى الصورة بتاعتي دلوقتي يوم ما اجي اشيرها مع الولاد هتشير والولاد يقدروا يشتغلوا عليها. الله، طب ما هي لحد دلوقتي صورة، أنا هشتغل عليها إزاي؟ هنشتغل عليها من علامة القلم اللي هنا دي يا جماعة اللي هي إديت. لما أقف هنا عليها بيفتح لي الشاشة اللي إحنا شايفينها الوقت دي. دي الصورة بتاعتي اللي هي إيجيبت، وجاي هنا بيقول لي أد تاج، يعني ضيف أيقونة أو ضيف رمز أو ضيف علامة الولاد يقدروا من خلاله يشتغلوا معاك. هي صورة واحدة اللي هنشتغل عليها. لما أجي هنا أد تاج بعلامة الزائد دي، قال لي انت عايز تضيف نص وميديا يعني صورة وفيديو، ولا عايز تضيف ليبل يعني عنوان، ولا عايز تعمل امباد، ولا عايز تعمل تور. انا هختار الاول اللي هي اد تكست ليبل. ليه؟ انا في الاول مش عايزة احط اول الولد ما يجي يفتح كده ما يشوفش صورة، كفاية الصورة دي قدامه. امال انا هعمل ايه؟ انا هفتحها كده اهو، حضراتكم اكيد ظاهر قدامكم دلوقتي مكتوب لي فوق ايه التاج، وجايب لي هنا دان جنبها لسه ما خلصناش، ودي علامه الزائد وجنبها تشينج ايكون. تعال نشوفها كده. يعني انا دلوقتي هشتغل، انا هعمل عصف ذهني لولادي مثلا، او هعمل للولاد زي ان انا عايزهم يفكروا عن السياحه بس مثلا بطريق غير مباشر. عايزه اقول لهم طب شفتوا الاحتفاليه امبارح، عايزه اقول لهم اسالهم عن اي حاجه، ايه اشهر الاماكن السياحيه في مصر، بتحبوا تتفسحوا فين، اي حاجه عايزه اسال سؤال. فاختار مثلا هنا هاخد مثلا اي رمز، اي رمز من الرموز دي، ممكن اخد رقم واحد، ارقم بقى 1 2 3 4 5 6، ممكن اخد رمز نجمة، ممكن اخد رمز سيرش ميوزك، اي حاجة اللي انا عايزه. فانا مثلا ممكن اخد الرمز بتاع هوم دوت اللي هو بداية الشغل. لما ضغطت هوم جابها لي بالوان مختلفة، انت عايزها لون ايه يعني؟ فانا مثلا هاخدها الاول اخضر مثلا، تمام كده، وهبتدي شوفوا هي بتنبض هنا اهي شايفين. هضيف تكست، هقول مثلا هسأل الولاد اقول لهم مثلا اين مثلا قضيت، بلاش اين قضيت ما رحوش في الكورونا في حتة، اكثر مثلا مدينة تحبها في مصر، مدينة تحبها ما هي؟ تمام، ما هي المدينة؟ لماذا تحبها؟ أنا عايزة أتكلم الأول على مدينة بيحبها. تمام، انا خلصت كده دلوقتي الكلام اللي انا كاتباه هنا اهو، وهقول له ايه دان. هجيب السؤال، الاسئله بتاعتي اول ما بقف عليها، شوفوا بقف عليها الاسئله، والولد هيقف عليها كده برضو هيظهر له اسئله. اكتر مدينه تحبها في مصر ايه؟ ما هي المدينه؟ إيه اسمها ايه؟ لماذا تحبها؟ بتحبها ليه؟ طيب هاجي بعد كده، احنا كده دلوقتي ضفنا، عرفنا ازاي نضيف ليبل. طبعا حضرتك تقدر تضيف من ده كتير، وتقدر تغير الايكونز. الايكون نفسها ده اهي انا ممكن اقف عليها اهو، وهنا اهي خلاص كده، واقول له تشينج ايكون، غيرها لو هي شكلها مش عاجبني بعد ما عملتها. تمام، لكن هي هنمشيها الحال، ماشي الحال بتاعها يعني تمشي. هنيجي هنا التاج، هبتدي اختار اللي فوق التكست اند ميديا.
هضغط هنا على اد كاستم ميديا، برضو بيقول لي تشينج ايكون. انا مثلا هضيف دلوقتي صورة، فهفتح كده وهاجي هنا اضيف الرمز ده اللي هو رمز الصورة، وهختاره مثلا كده لونه مثلا ازرق، وهاجي هنا اقول مثلا افتتاح المتحف المصري مثلا، ده عنوان الصورة. وهجيب هنا أضيف صورة ماشي الحال، هقول مثلا ده خلاص، وهقول له open تمام. الولد هيفتح الأيكون، الأيكون بتاعتنا سوري، وهنقول له done تمام. كده بقى عندي هنا اهي صورة، ضفت صورة. طيب أنا عايزة أضيف فيديو، أنا دلوقتي ضفت صورة وضفت الكلام، والصورة لما حضرتك فتحتها كده وانت بتشتغل اهي، افتح المتحف المصري الكبير. في هنا immersive reader يعني بيقرأ الصوت للولاد، بس لحد الآن يعني أنا ما جيت أجربه مش بيعمل صوت عالي، فهو طبعا الموقع فيه تحديثات فإن شاء الله هيبقى أحسن مقدما. عايز تضيف صورة كمان هنا، يعني تحب تضيف صورة كمان؟ اه حط اعمل زائد وضيف صورة تانية، هنضيف مثلا دي ونقول اب تمام. عايز تضيف صورة تالتة، صورة تالتة براحتك. لاحظ حضرتك هنا ان ظهر عندي سهمين بعد ما ضفت الصورتين، فالولد يحرك كده اهي ويحرك كده تمام. طيب انا كده عملت الصور بتاعتي اللي انا حاططها اللي هسير بيها فضول الاولاد وهسأل. يبقى انا كده الاول عملت زي تمهيد للموضوع، وبعدين انا عايزه اوصل ان في اماكن كتيره سياحيه وفي نقل مومياوات وكده، عايزه اضيف كمان في الميديا هنا اضيف فيديو. هنخلي الايكون برضو نغيرها، عايزه الولد يعرف ان ده فيديو، فممكن اروح مثلا لرمز اليوتيوب ده وتحت اهو، وانزل كده واختار ده كده الرمز ده، واقول له العنوان بتاعي اللي انا عايزه اضيفه، هقول مثلا حفل نقل المومياوات، وسامحوني لو غلط، ماميز نكتبها المومياوات تمام. هنيجي هنا في اليو ار ال، هنا مثلا اكتب الوصف اي حاجة، احتفال مصر مثلا، احتفال مصر بحضارة 7000 سنة، وهبتدي المفروض يبقى عندي هنا عايز يو ار ال، عايز رابط. فانا فاتحة اليوتيوب الصراحة عشان ما نضيعش وقت، فاتحة اليوتيوب هنا على الفيديو، هاجي هنا فوق اضغط ضغطتين، بسم الله الرحمن الرحيم تمام. لا انا عايزه دي، وهقول له هنا كوبي، وهاجي هنا في الشغل بتاعي وهقول له ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، بيست. وهاجي هنا بيقول لي الباتن اللي عندك ده عايز تسيبه كده مكتوب عليه يوتيوب، لا انا ممكن اقول مثلا هنا الموكب مثلا، الموكب موكب نقل الملكات مثلا الموكب، وهقول له دان. هي موجودة هنا اهي، لو فتح وقفت عليها وضغطت كده بيدخلك على اليوتيوب تشوف الفيديو بتاعك تمام. فدخلني على اليوتيوب على الموقع، هقفل تاني اهو، انا هضغط على الموكب دي، الطالب يعني هيضغط عليها اهو، دخله فتح له اليوتيوب. طيب لحد الان طبعا هنا هقول دان تاني، لحد الان لان الجزء اللي جاي يعني محتاج تركيز شوية. لحد الان في حاجة من اللي انا شرحتها محتاجة فيها اسئلة او محتاجة اي اعادة قبل ما ادخل الجزء الجديد؟ مس مرفت ايوه نهى معاك. طيب يا طيب جماعة لو حد عايز يسأل يرفع ايده ونفتح المايكات، اتفضلوا. في حاجة في اللي فاتت؟
معانا؟ في اي استفسار بالنسبة للجزء اللي فات؟ لا تمام 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 الناس كاتبة. لا تمام اتفضلي تمام طيب نكمل. اتفضلي. طيب من نفس الجزء اللي هو اد تاج، هضغط كده. مكتوب لي هنا يا جماعة تحت كلمة امبيد، الرمز ده اسمه رمز التضمين. لما احب اضمن رابط مثلا، انا شرحت الدرس بتاعي، طبعا حضرتك هتزود عن اللي انا عاملاه، طبعا مش هتعمل ايقونتين، انت ممكن تعمل لحد اللي انت عايزه، العدد اللي حضرتك عايزه. انا بقى لو عايزه اضيف بعد ما عملت كده، عايزه اعمل اختبار للولاد، او عايزه اضمن يوتيوب يبقى موجود جوه، ما يخرجش يروح اليوتيوب، هو يشوف من هنا اليوتيوب، او عايزه ان انا الولد اعمل له فورم على مايكروسوفت او على جوجل، او يشوف باوربوينت، اعملها ازاي من المكان ده. لو حضرتك ضغطت هنا هيفتح لك كده، طبعا كاتب لي فوق هنا امبيد كود اور يو ار ال. لو حضرتك جيت هنا بيقول لك اللي تقدر تنسخه هنا لينك من اليوتيوب والفيمو والكود provided by services such as جوجل مابس وسلايد شير وسو اون. انا طبعا مش هشتغلهم كلهم مع حضراتكم، احنا هناخد اكزامبلز عليهم. هقول له ريد مور، ساعة ما هقول له ريد مور هيفتح لي تابوب جديد ويكتبهم لي عشان انا اعرف. عندي هنا اليوتيوب، الجوجل مابس، هتعالوا نشوف. اول حاجة انا هفتح اليوتيوب، هو مفتوح اصلا، هو هنا عايزني اعمل امبيد للرابط، مش ان الولد لما يضغط على الرابط يروح اليوتيوب، لا هو عايزه يشوفه جوه. فانا هاجي هنا اجيب الامبيد منين؟ من كلمة شير. فاي بقى موقع هندخل فيه دلوقتي، عايز تجيب الامبيد، الرابط اللي هو اللي هيخليه لك اللي انت حاطه متضمن من شير. لما اضغط شير بيقول لي هنا انت حاجات كتيرة اهي، لكن عندي هنا كلمة ايه؟ امبيد. لما اضغط على امبيد بيقوم فاتح لي الحاجات الكتيرة دي كلها. طبعا هنسخها ازاي؟ هقول كابل، تمام، ازرقت وقال لي تم النسخ للحافظة بتاعت الكمبيوتر او الكمبيوتر. اروح عندي في الصورة بتاعتي وهقف هنا كده وهقول له ايه؟ بيست. تمام، خلوا بال حضراتكم الفرق بين الاثنين، الفرق بين ان انا دخلته كرابط الاول كميديا، وان انا بدخله دلوقتي ك يو ار ال متضمن. تمام، هغير الايكون بتاعته عشان ما تبقى زائد، عشان تبقى مختلفة يعني، هحط مثلا دي، تمام، وهختارها على اصفر كده وهقول له ايه؟ دن. وتعالوا نشوفها. لو وقفت كده فتح لي الفيديو جوه الصورة بتاعتي، فتح لي الفيديو جوه الصورة، تمام؟ يعني أنا هنا دلوقتي مش محتاجة إن أنا أروح اليوتيوب، تمام؟ هنقفلها ونقول له done، ماشي تمام. هاجي هنا أخد دي فين؟ أهي مثلا، أهي فوق أهي، وهاخد دي هنا، تمام كده. وهاجي بعد كده ان انا اشوف هعمل ايه، هضمن حاجة تانية. طيب هو قال لي هنا الحاجات اللي ممكن اضمنها ايه؟ قال لي هنا اليوتيوب، جوجل مابس. طيب جوجل مابس ازاي؟ انا مش عاملة ده عن المتحف المصري الكبير، طب ما انا ممكن ادور عليه في جوجل مابس واشوف هجيبه ازاي، هشير جوجل مابس ازاي عشان هي مختلفة شوية. هكتب هنا كده، ممكن نقفل ده استأذنكم، هروح هنا كده على، لو طول في الفتح لان هو تقيل، اللي هو الكروم، مطول، طب خلاص خليك طول بقى براحتك. هاجي هنا اقول له جوجل مابس، تمام اهي. لما افتح جوجل مابس هفتح دي اللي هي جوجل مابس دي، تمام. انا اخترت ايجيبت لكن ممكن نختار دوت كوم عادي زي ما انتوا عايزين. اما افتحها كده هيفتح لي مصر، خريطة مصر،
احنا مهناش عايزين دي. بسم الله. هنا فتح لي خريطة مصر، وهنا البحث في خرائط جوجل. هقول له هنا مثلا المتحف المصري، المصري الكبير او الجديد الكبير. فقال لي هنا المتحف المصري الكبير اهو، تمام. راح عامل لي مكانه وجاب له خريطة موقع، تمام. اهو هنا هو اللي بالاحمر ده، وجايب لي هنا الطرق اللي جنبه بالقمر الصناعي وكل اللي انا عايزه. بيقول لي هتعمله ازاي، هترسله الهاتف موقع قريبة؟ لا انا هقول له مشاركة، احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل من شير. قال لي هتبعته كرابط ولا كتضمين؟ طبعا احنا عايزين ايه يا جماعة؟ تضمين خريطة. لما هقول له تضمين خريطة جابه لي اهو، هقول له انسخ لي محتوى اتش ام ال، عشان كده هو مختلف شوية عن الحاجات التانية. فهقول له انسخ لي محتوى اتش ام ال، قال لي تم النسخ خلاص. هروح الصورة بتاعتي وهاجي هنا، تمام، اعمل بيست، تمام، واغير الايقونة بتاعتي. شوفوا فتح اهو، فتح لي المكان، وهغير الايقونة بتاعتي مثلا، اخلي رمز يفهم الولاد ان هنا انا جايب لهم موقع. فمثلا هناخد الرمز اللي هو يعني ممكن ده، ممكن السهم النازل ده، وممكن اللي هو الرمز ده اللي هو شكل اللي عليه، وهاخده احمر برضو اللي هو شكل اللي عليه، وهقول له done. يبقى انا كده ضفت له خريطة من خرائط جوجل يعرف بيها الرمز المكان. لو انا مثلا مدرس جغرافيا، مدرس تاريخ، بكل بساطة ممكن من جوجل مابس افرجهم على اي حاجة بصورة القمر الصناعي. حتى هنيجي ندخل نشوف باقي الامبد. لو حضرتك جيت هنا هتلاقي عندي جوجل سلايدز. جوجل سلايدز احنا بنجيبها من الدرايف بتاع جوجل. لما افتح كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقل معلش النت، ايوه اهو. لما افتح هنا دي جوجل كروم اهي، انا مسجله دخول، فمن ابس هنا مش راضية تفتح. من هنا اهي، تمام، اسفل. هاجي هنا هختار دي مابس ممكن كنا نجيبها، هاجي اختار الدرايف ده، رمز المثلث ده. لما اختار الدرايف هلاقي عندي هنا ايه يا جماعة؟ من نيو دي لو حضرتك فتحتها هتقدر تعمل هنا باور بوينت وبعدين ترفعه. فطبعا انا اختصارا للوقت يعني هنا اهو في جوجل سلايدز، زي جوجل سلايدز دي زي الباور بوينت بتاع مايكروسوفت. انا اختصارا للوقت رفعت بالفعل باور على ودي جوجل فورمز، دي جوجل فورمز ودي جوجل سلايدز. هنشوفهم هنا هنعمل فيهم ايه. لو جيت انا هنا اهو، انا رافع باور بوينت بالفعل على جوجل سلايدز. اما افتحه هو لسه بيحمل. المهم ان انا هشتغل من شير برضو، وهختار امبيد عشان لو ما عرفتش ان انا اعمله. اما قلت له شير قال لي انت عايز تشيره مع الناس ولا جيت لينك؟ خلاص انا عايزه اعمله امبيد. ثانيه واحده،
هاجي هنا بقى اشوف احطه ازاي. تمام، مش قادر يفتحه. طب معلش بقى يا جماعة، انا اسفة. هنضمن تاني. طيب نضمن فورم من جوجل، هاجي هنا جوجل نشوف فورم. دي فورم هنا. من كلمة send اللي هنا دي هختار رمز الانبت، تمام كده، وهقول له copy، وهاجي هنا في الصورة بتاعتي اضغطها ونقول له ظهرت اهي. معلش بقى، هي كانت تدريب كنت عاملاه فكان مش مظبطة الكلام. هاجي هنا اضيف مثلا رمز، دي سؤال، فنقول رمز السؤال كده ونخليه مثلا احمر ونقول done، ان ديت اسئلة يعني. هاجي بعد كده اضيف اخر حاجة بقى عندنا اللي هي جوجل فور مايكروسوفت فورمز. مايكروسوفت فورمز انا يعتبر شبه فتحها هنا. ثانية واحدة بس كده، اهي من الاوتلوك بتاعي بتاع الاوفيس 365 هفتح الفورمز بتاعتي. اها، كلنا في حساب الاوفيس 365 بتاعنا في فورمز. في فورمز احنا عاملينها او مش عاملينها حتى، ممكن ننشئها اسئلة على الدرس بتاعنا. هختار فورم فيها اسئلة. هستأذنكم بقى ان هي احتمال كبير تبقى انجليزي يعني. فمثلا هاخد هنا ده كده افتحه. انا بس بعرف حضراتكم بنجيب رابط التضمين منين. هاجي هنا من شير، كل شغلنا من شير. اختار الرمز ده اهو، رمز التضمين من شير، اختار رمز التضمين. انا الوقت اخترت ازرق اهو، او اختار رمز التضمين، اقول له كوبي. هو الوقت نسخه، وهروح هنا في شغلي في الصورة اللي انا بشتغل عليها واعمل بيست تاني. تمام، فتح لي اسئلتي اهي. تمام، ها برضو هغير تشينج ايكون. هنخليها مثلا ايه، برضو سؤال كده، بس هنخليه اخضر زي رمز الفورمز بتاعت مايكروسوفت، وهنقول له done. يعني انا دلوقتي اضفت، طبعا مش هنضيف صورة بقى لما نيجي نشتغل. احنا دلوقتي ضفنا صورة، ضفنا فيديو، ضفنا يعني ضفنا من كل حاجة حاجة. حضرتك طبعا شوف درسك هتعمله ازاي، حضر له كويس، حضر صورك كويس اللي هتشتغل عليها، ارفع صور كتير للولاد بأسئلة يتناقشوا فيها وحضرتك تناقشهم فيها، ارفع روابط فيديوهات او ارفع فيديوهات، ضمن فيديوهات، وده افضل. انا اصلا بحب التضمين في الفيديوز، بحب التضمين اكتر من ان هو يروح اليوتيوب حاجة تانية تلهيه، يعني ان هو يشوف الفيديو قدامه افضل. انا بحب التضمين مع اليوتيوب للولاد. والفورمز اللي حضرتك عايز تعملها، الباوربوينت انا اسفة ان ما اترفعش، حصل مشكلة. غير كده انا عامله درس جميل اهو، وقاعد ينور وعمل. خلصت خالص حضرتك هتيجي تحت وتقول ايه، طن. انا دلوقتي الصوره بتاعتي طن. رجعت بعد كده عايز اشتغل عليها من القلم، حضرتك تقدر ان انت تضغط عليه وترجع تغير فيها حاجه. لقيت الايقونات مثلا الاحمر كتير وعايز تخلي اصفر كتير، اللي انت عايزه. عايز تغير الخلفيه نفسها، في هنا اهي دي رينيم، سوري، تغير الخلفية نفسها يعني الباك جراوند اللي انت حضرتك حاططها وشغال عليها، عايز تغيرها ممكن تغيرها. طيب انا هشتغل دلوقتي مع طلابي ازاي؟ انا عملتها اهو، تمام، ومانيش شاري الحساب عشان اعمل جروبات واعمل حسابات للولاد وكده. اعمل لهم ازاي؟ اشتغل معاهم ازاي؟ من شير
ده السر بتاعنا بقى. اول حاجه امبيد ميديا دي مالناش دعوه بيها، يعني هنسيبها شويه دلوقتي او مش هنشتغل عليها اصلا. احنا هنشتغل من ابسط حاجه فيهم اللي هي شير لينك. لما حضرتك بتعمل شير لينك، بتضغط على شير لينك، بيديني لينك هعمل له كوبي، اروح جروب الواتس اللي انا عامله للولاد، اروح التيمز اللي انا عامله للولاد، اروح فصل الجوجل كلاس اللي انا عامله، المكان اللي انا عامله بأتلاقى فيه مع ولادي مع طلابي، اروح انسخ فيه اللينك. بكل بساطة اللينك هيوصل للولاد، تمام؟ طب افرض انا هبعته لهم على الموبايل، ممكن ابعته لهم ككود اهو، تمام؟ الكود اهو، تمام خلاص كده. يعني لو ضغطت دي بيظهر الكود بس كده اهو، الولاد تعمله لهم على شاشة التيمز، والولاد هيضغطوا بالكاميرا بتاعت موبايلهم يدخلوا على الصورة ويشوفوا الدرس. انا ممكن ابعته للولاد قبل الدرس واعمل فصلي فليبد او فليبد كلاس روم، ان الدرس الشرح الافكار الرئيسية اتقالت والولاد يجولي عارفين هنعمل ايه، او ان انا اخليه ساعة الدرس او قبل الدرس بدقيقتين ثلاثة انزله واشتغل مع الولاد وناقشهم و الى اخره. دي اسهل حاجة من وجهة نظري انا. تاني حاجة ممكن اعمل ببلش تو سوشيال. انا عملت الدرس الروعة ده زي ما حضراتكم هتعملونا النهاردة ان شاء الله باذن الله كده، وترفعه على صفحة الفيسبوك وعلى جروبات الواتس، ونشوف احسن شغل ان شاء الله في شغل حضراتكم. عايز بقى اعمل له ببلش، ادي الفيسبوك، تمام، ادي عندي هنا جوجل كلاس روم لو انت عايز تديه للولاد، عايز على تويتر، عايز على البنترست، عايز المكان اللي انت عايزه بقى من الناس دولت، او على التيمز. يعني انا لما اضغط التيمز كده، دي سهلة خالص، اقول له اضغط على التيمز، بدل ما اروح اعمل شير والزق اللينك، لا ده انا من الاول اشير، يفتح بس وندعي كده النت يكمل جميله معانا. هيفتح لي الوقت يقول لي انت ليك حسابات كتير بالتيمز، عايز اي حساب فيهم؟ هختار الحساب اللي شغال حاليا وابتدي ان انا اشوف فصل من عندي احط فيه الرابط. طيب بيقول لي انت عايز تشير، طب الحمد لله فتح اللي انا شغالة بيه، قال لي عايز تشير تشانل ولا تعمله كاساينمنت كواجب. لو انا قلت له كاساينمنت زي ما احنا شرحنا قبل كده، شايفين هو اهو ده الشغل بتاعنا، بيقول لك say something about this، قول انت عايز تقول يا اولاد ذاكروا ده عشان بكره هسألكم فيه، او ده درس بكره يا اولاد استعدوا علشان نسال فيه، او ده شرح درس النهارده يا اولاد همتحنكم بكره فيه، او يلا نتناقش في اللي انتوا شايفينه مثلا زي ما حضرتك تحب. طيب انا لو قلت له كرييت ان اساينمنت، هيفتح لي هنا اللي احنا خدناه قبل كده مع بعض في ان انا اعمل اساينمنت، هدخل اسم الفصل وهدخل العنوان وهدخل الانستراكشنز وهحط بوينتس، بس انا مش عايزه دلوقتي، انا عايزه اشيره لاي قناه وخلاص، فاقول له شير تو شانل. بيقول لي ابحث التيم بتاعك بقى هتشيره فين، هقول مثلا كلاس، مثلا سوري هقول مثلا كلاس مثلا 3 جنرال، كلاس ايه ماشي جنرال 3 3، تمام نخلينا فاكرين اسم الفصل، ونقول شير. قال لي اللينك بتاعك اتشير، طب انا اعرف منين ان اللينك بتاعي اتشير؟ طبعا هقول له هنا كلوز الاول كده، هاجي افتح التيمز بقى مع حضراتكم هنا كده اهي، هاجي هنا التيمز بتاعتي عشان خاطر افتحي، الحمد لله بتهيألي هو ده الفصل اللي احنا شيرنا فيه. اهو معلش هو طالع غريب كده شكله، ايوه اهو واضح لحضراتكم. يبقى دي طريقة، وممكن ان انا انسخ النص واحطه هنا، يعني انا بيتهيألي لسه ما نسختش حاجة بعدها، اما اشوف كده هيلزق ولا لا. ايوه اهو الرابط، ادي الرابط اخر مرة كنت نسخاه، هبعته برضو اهو.
اتبعت مرتين. المرة الأولانية أنا نسخت، أنا بعته من الأساس، شيرته عن طريق السوشيال ميديا، والتاني شيرته، نسخت الرابط ولزقته وعملته للولاد على جروب التيمز. يعني يا جماعة إن شاء الله بإذن الله أشوف شغلكم إن شاء الله، والموضوع سهل، والموضوع سهل جدا وجميل جدا ورائع، أكتر من رائع، ومش مكلف، ومحتاج بس أنا أعد أدواتي كويس، أعد الفورم بتاعتي زي ما شفنا، أنا شيرت من هنا، أعد أدواتي كويس، أعد حاجتي كويس، وأبتدي أشتغل. وإن شاء الله بإذن الله نشوف روائع من حضراتكم زي ما عودتونا، لأن حضراتكم دايما مبدعين ومتميزين. وفي آخر المحاضرة يعني كل اللي عايز أقوله، كل رمضان وحضراتكم بخير، وإن شاء الله دايما مع بعض، وإن شاء الله دايما مبدعين، وربنا يوفقنا جميعا ويجعل رمضان إن شاء الله بإذن الله نهاية كورونا ونهاية الأزمة. وسعيدة جدا إن أنا معكم النهاردة، وإن شاء الله نشوفكم بعد العيد بإذن الله. شكرا لمسنوع على المحاضرة الجميلة جدا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. هنستنى شغلكم زي ما قالت مسنوع ان شاء الله النهاردة وبكرة، زي ما عودتونا زي ما بتعملون تطبيقات حلوة. هنشوف الصور التفاعلية الجميلة ان شاء الله النهاردة على جروب وحدة الدمج. كل سنة وحضراتكم بخير، وهنقابلكم ان شاء الله بعد العيد بإذن الله بمحاضرات جديدة وموضوعات جديدة، ومدربينا جاهزين ومعاكم دايما بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.